طيب عندنا مختلف الحديث مسألة من الأهمية بالمكان، هي مسألة التكبيرات في العيد. مسألة التكبير في العيد، مسألة التكبيرات في العيد عندنا حديثان. حديث في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر بأنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في العيد، فكبر سبعا في الأولى وكبر خمسا في الثانية، كبر سبعا في الأولى وكبر خمسا في الثانية. وعندنا حديث أخرجه الطحاوي، وطبعا إسناده كالشمس، فيه الثوري وفيه أبو إسحاق السبيعي وفيه علقمة والأسود وعن ابن مسعود، وأيضا جاء عن الشعبي عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود أيضا بأنه صلى بالناس فكبر خمسا في الأولى وكبر أربعا في الثانية. هناك بقى حديث أخرى بأنه كبر أربعا في الركعتين كتكبير الجنازة، كبر خمسا وكبر أربعا. عندنا الآن حديثان، حديث يقول سبعا وخمسا، وحديث يقول خمسا وإيش وأربعة. طب هذا لا يمكن الجمع بينهم، كيف الجمع هنا الآن؟ اجمعوا لي بالله عليكم، إلا أن تقول في عيد خمسة وفي عيد سبعة، مفهوم؟ لكن هذا الجمع غير موجود. المسألة هنا مسلك العلماء في هذا الباب لا يكون إلا بإيه؟ إلا بالترجيح، إلا والحق. الإسناد الأول إسناد كالشمس، والإسناد الثاني إسناد كالشمس، الإسناد الأول كالشمس والإسناد الثاني كالشمس. لكن هنا القرائن المحتفة والأدلة الكثيرة التي تدي التي أتت بها كل طائفة هي التي سترجح الكفة. الطائفة الأولى هي طائفة الجماهير، المالكية والشافعية والحنابلة، على خلاف بينهم في عد تكبيرة الإحرام. الشافعية لا يرون عد لا يرون عد تكبيرة الإحرام مع السبعة والخمسة، والمالكية والحنابلة يرون عد تكبيرة الإحرام مع السبعة والخمسة. دعنا من هذا الخلاف، احنا لابد ان نتكلم على حديثين ظاهرهما التعارض. طيب كيف نفعل؟ ماذا كيف سلك العلماء مسلكا حتى يعني لا يكون الخلاف ظاهر بين الناس؟ الغرض، وهذا يبين لك انه لو حتى ظهر الخلاف، الخلاف معتبر، لكن انا نبين الراجح. فهنا القول قول الجماهير، والقول الاول قول الجماهير، القول الاول قول الجماهير، قالوا بانه عندنا من الادله ما يثبت لنا ترجيح حديث ابن عمر. عندنا الأدلة الكثيرة التي تثبت لنا ترجيح حديث ابن عمر. قلنا ما الأدلة؟ قالوا كثيرة، منها أولا ما أخرج الإمام الترمذي، ما أخرج الإمام الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، طبعا هذه كسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، كسلسلة عمرو شعيب عن أبيه عن جد، كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. طيب كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده بأن مسلم صلى العيد فكبر سبعا وكبر خمسا. قال الترمذي حديث إسناده حسن، حديث إسناده حسن حسن. وقال الإمام البخاري لما سئل عن هذا قال هذا أصح شيء في الباب، قال هذا أصح شيء في الباب، عشان لما نرد تذكروا. الحديث الثاني حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغير هؤلاء بأسانيدهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن جدي عن أبيه عن جدي أن مسلم صلى العيد فكبر سبعا في الركعة الأولى وكبر خمسا متواليات في الركعة الثانية. عندي كثير بن عبد الله وعمرو بن شعيب سلسلة وسلسلة. طيب وأيضا استدلوا بما رواه أبو داود وغير أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت بأن مسلم لما صلى العيد كبر سبعا وكبر خمسا. هذه كلها أحاديث إيش؟ مرفوعة غير موقوفة، هذه كلها مرفوعات. وأيضا استدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه صلى خلف أبي هريرة، وهريرة قال أصلي لكم صلاة رسول الله خلف أبي هريرة في العيد فكبر سبعا وكبر خمسا. وقال مالك زيادة على ذلك قال وهذا عليه عمل أهل المدينة، قال وهذا عليه عمل أهل المدينة. ومالك طبعا يرى عمل أهل المدينة إيش؟ حجة. نريد نأخذها اليوم لكن سبحان الله لو الوقت أسعفنا فعلنا. هذا بالنسبة للأدلة التي استدل بها الفريق الأول. الفريق الثاني قالوا لا بل خمسا أو أربعا،
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة أقر أبا موسى، سئل أبو موسى الأشعري عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كصلاة الجنازة أو قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا. سئل أبو موسى الأشعري عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد قال كبر أربعا. وقيل لحذيفة قال أبو موسى فأقر حذيفة أبا موسى، فأقر حذيفة أبا موسى. طيب، واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الطحاوي بإسناده من طريق الوضين بن عطاء، الوضين بن عطاء بإسناد أبي الطحاوي عن من طريق الوضين بن عطاء عن القاسم أبي عبد الرحمن قال عن بعض صحابة رسول الله، وجهالة الصحابة لا تضر، عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فكبر كتكبيره للجنازة، أو أشار أنه كبر كتكبيره للجنازة. وكم يكبر يا شطار في الجنازة؟ أربعا على الغالب، كبر تكبيره للجنازة. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الطحاوي وغيره عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل عن خمسة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وابن الزبير وابن مسعود، وأيضا معهم بعض الصحابة قالوا عن أبي هريرة أيضا، قالوا بأنهم كانوا يكبرون أربعا في صلاة العيد، قالوا في عدد تكبيرات العيد أربعا. آسف، ليس عن أبي هريرة بل عن جابر. يبقى عندنا أربعة، ابن الزبير، ابن عباس، جابر، ابن مسعود، الأربعة كانوا يكبرون أربعا في صلاة العيد. وقالوا من ناحية النظر، هذا من ناحية الأثر، من ناحية النظر قالوا ونحن نرى بأن الأصل عدم التكبير والأصل عدم زيادة التكبير، فإذا اختلف عن العلماء التكبير فالأخذ بالأقل هو الأيقن، فالأخذ بالأقل هو الأيقن، لأنه هو الموافق لإيش؟ للأصل، موافق للأصل، هذا ما عندهم. ثم قالوا قفوا، أخذتم أدلتنا؟ نعم. قالوا نرد على المخالف، حرب البنانة ستقوم. ثم قالوا وأما حديث عائشة، رتب لي الترتيب، وأما حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي فكثير بن عبد الله ضعفه كثير من العلماء، كثير بن عبد الله ضعفه كثير من العلماء، بعضهم قال متروك وبعضهم ضعفه، والحق أنه صدوق، هو صدوق حسن الحديث، لكن قالوا كثير بن عبد الله ضعيف، رد على الحديث الأول. الحديث الثاني كان عن من؟ ها؟ الحديث الثاني سلسلة مشهورة، وإن كان الشافعية يرد لك إنها الحق، بعضهم يقول بأن هذه من أصح الأسانيد السلاسل، عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وإن كان بعض ما يقول هي لا تنزل عن درجة الحسن، وهذا الراجع الصحيح، لكن دعنا من كلام يحيى بن سعيد القطان، دعنا من كلام الشافعية بأنها صحيفة وردها، لأن جمهرة من المحدثين يقبلون هذه السلسلة، عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، لكن الطريق إلى عمرو عبد فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الطائفي وهو ضعيف، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قالوا ضعيف، والحق أيضا بعض العلماء وثقه وبعض العلماء ضعف، بعض العلماء وثقه بعض العلماء ضعف، هذا الذي قاله بعضهم. قالوا بأن الكلام على عبد الرحمن الطائفي بأنه ضعيف، وصحيح كما قلنا أنه يعني لا ينزل عن درجة الحسن. وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها المرفوع الثالث قالوا في إسناده ابن لهيعة، حديث عائشة في إسناده ابن لهيعة، ابن لهيعة مختلف فيه، أحمد يوثقه، والصحيح الراجح في هذا، وإن كان وطبعا أحمد بن صالح المصري يوثق ويبجل ابن لهيعة، لذلك قالوا اختلف فيه، والحق بأنه قد احترقت كتب، كان يحدث من كتبه، فلما احترقت الكتب صار له أمران، الأمر الأول أنه كان يلقن حتى الحديث من ليس من حديثه فيقبله ويحدث أنه من ويحدث به أنه من حديثه، والأمر الثاني أنه كان يحدث من حفظه فيغلط، ما كان ضابطا في الحفظ، كان ضبطه ضبط إيش؟ ضبط كتاب، احترقت الكتب، ما عندوش كمبيوتر، ما في فلاشة، احترقت الكتب انتهى، ولذلك لابد في العلم أن إيه؟ أن يحفظ العالم. والصحيح أن ابن لهيعة ضعيف ومدلس، صحيح أن ابن لهيعة ضعيف وأيضا مدلس. والحديث الذي رواه عن أبي هريرة مرفوعا فيه ابن أبي عائشة وهو مجهول، من رواية مكحول رواه عن أبي عائشة وابن أبي عائشة وهو مجهول،
كما قال الحافظ غيره لا يعرف. قالوا إذا احنا الآن ضعفنا كل الأحاديث اللي عندكم المرفوعة، بقي لكم إيش؟ حديث ابن عمر في المواطئ، ها قالوا لا نستطيع، هذا حديث صحيح، لكن ابن عمر ليس حجة على ابن مسعود ولا ابن مسعود حجة على ابن عمر، يبقى وقفنا منكم الموقف الصحيح، ما عندكم إلا حديث ابن عمر. فجاء الآخرون وقالوا لا، أنتم الآن يعني تتقدمون علينا بأحاديث مرفوعة، ننظر في هذه الأحاديث المرفوعة التي عندكم. الحديث الأول حديث من؟ حديث أبو موسى الأشعري، هذا أولا فيه عبد الرحمن بن ثوبان وهو ضعيف، ضعفه العلماء، وإن كان الزيلعي شغب على عدد على التضعيف، لكن صحيح الراجح أنه ضعيف، ضعفه العلماء عبد الرحمن بن ثوبان. وأيضا هذا الحديث اختلف فيه في رفعه، اختلف في رفعه. أيضا هذا الحديث قالوا أنه رجع فيه ابن مسعود، فرجع الأمر إلى ابن مسعود لا أبي موسى، لأنهم قالوا حذيفة وافق ابن أبي موسى، وافق أبا موسى، ولكن أبو موسى رجع واستفتى من ابن مسعود، فرجع الأمر عندكم إلى ابن مسعود. يبقى الحديث الأول لا حجة لكم فيه أكثر من علة. الحديث الثاني الوضين بن عطاء ها عن القاسم صح أبي عبد الرحمن، عن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله. الوضين بن عطاء متروك، قالوا الوضين بن عطاء مع أنه قال بعض أصحاب النبي مرفوعة والآن ضعيف، الوضين بن عطاء متروك، فضعف الحديث. بعد ذلك استدلوا بإيش؟ ها الخمسة من الصحابة. قلنا الآن نحن قعدنا قاعدة بيننا وبينكم، ألا وهي بأنه لا حجة لصاحب على صح، إذا اختلفوا ننظر في القرآن والأقرب والأصوب، والأقرب إلى السنة نأخذ به. قالوا أيضا عن ابن مسعود، قلنا لا يبقى لكم عندنا إلا من؟ إلا حديث ابن مسعود في الأسود، في أبو إسحاق، في الثوري، لا هذا حديث إسناده كالشمس. ابن مسعود صلى خمسا وصلى أربعا، صلى خمسا وصلى أربعا. فقالوا إذا ننظر حجتنا أم حجتكم. لو قلنا دعنا الآن من المرفوعات، خلينا في الموقفات، احنا عندنا الآن حديث ابن عمر، وابن عمر مشهور عند الأمة بأسرها أنه إيه؟ الأثري، كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولو قلنا أيضا بالموقفات، عمل أهل المدينة يرجح لنا هذا، لأن المدينة سمي يقول هي كالكير تنفي خبثها، كمان في الكير هي كمان في الكير خبث الحديد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصحابة في المدينة أنهم لو اتفقوا على شيء فإنهم الذين رأوا التنزيل أو عيانوا التنزيل، وهم الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا عمل أهل المدينة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد صلىها وين؟ صلىها في الكوفة ولا صلىها في المدينة؟ صلى في المدينة. والحفظ خوان، يمكن ناس ابن مسعود، لكن لما تجد توافق أهل المدينة على ذلك يرجح كفة من قال بسبع تكبيرات. هذا بالنسبة للموقفات، لكننا نقول لا، سنرجح الكفة أيضا بالمرفوعات. حديث عائشة حديث صحيح، وإيش اللي فيه؟ إيش العلة التي في حديث عائشة؟ قالوا من؟ ابن لهيعة. صحيح، قلنا له طرق أخرى تثبت لنا حفظ من هي الحديث، جاءت طرق أخرى شواهد تبين لنا، لأننا لما نرد حديث ابن لهيعة نرد حديث ابن لهيعة لأننا نظن أنه لم يضبط، والوهم أدركه، والضعف في حفظه، فلما نراه قد وافق كثير وجاءت الشواهد، هذه تجعلنا نقول ما خفناه من ابن لهيعة قد انتفى، ضبط لنا الحديث. أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، أنت قلت السلسلة صحيحة، طيب أنت استدركت عليها أن في الطريق عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، قلنا اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال صدوق يهم، بعضهم قال صدوق سيء الحفظ، بعضهم قال ضعيف، إذن الرجل مختلف فيه وهو لا ينزل عن درجة الحسن، فيبقى هذا الحديث أصلا بذاته حسن، هذا الحديث بذاته حسن، فعبالك هو حديث عائشة يعضده والشواهد جاءت في هذا. دعك بقى من باقي الأحاديث، حديث كثير بن عبد الله نحن معك أنه ضعيف، يبقى هذه دلالات واضحة جدا على أن الكفة قد ترجحت بإيش؟ بهؤلاء الرواة وبالأحاديث المرفوعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فكبر سبعا وإيش؟ وكبر خمسة. هم قالوا ابن عباس أيضا مع الخمسة، قلنا ابن عباس مختلف، ابن عباس نقل عنه السبعة ونقل عنه الخمسة، وما نقل عنه من السبعة هو الأصح إسنادا من
من الخمس. فيبقى هنا أن العلماء سلكوا مسلك الترجيح والترجيح الصحيح وقول الجمهور، وأن صلاة العيد أو صلاة العيدين كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها سبعا وخمسا، والخلاف بين الجمهور والشافعية على تكبيرة الإحرام هل تعد أو لا تعد، والراجح صحيح الذي ندين الله به أنها لا تعد، سبعا بغير تكبيرة الإحرام وخمسا بغير تكبيرة الإحرام، وهذا الراجح الصحيح. الدليل النظري عندهم أنهم قالوا الأصل إيش؟ الأصل عدم التكبير ونأخذ بالأقل. قلنا لا، نحن نقول الأصل عدم التكبير ونحن معكم في التقييد، لكن جاءنا الناقل ينقلنا من هذا الأصل، والأولى أننا ندور مع جاء مع ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حيث دار. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.